تقريبا حوالي 90% من الأنشطة السياحية تتركز في المدينة، مع العلم أن الإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية وجبلية كثيرة ومتنوعة، فهو يحتضن منتزهين، منتزه وطني ديال طراز سمطان وكذلك المنتزه الطبيعي الجهوي لبو هاشم. بالإضافة إلى هذا فهو يتوفر على عدة مآثر طبيعية، مآثر تاريخية، على مغارات تسهوي عشاق الاكتشاف والمغامرات، وكذلك خبراء في خبراء الكهوف والمغارات. يتوفر كذلك على أصناف غابوية ونباتية وحيوانية نادرة جدا، يعني منها ما لا يوجد إلا في إقليم شفشاون. حاليا يوجد سياح المغاربة على رأس الوافدين على الإقليم وعلى المدينة. بخصوص السياحة الدولية، هناك الإسبان، بعد الإسبان يأتي الفرنسيون، ثم الإنجليز، ثم جنسيات أخرى، ولكن المغاربة يشكلون تقريبا 61% من الوافدين على الإقليم.